كعادتها في كل موسم من مواسم الأعياد تستقبل مراكز التسوق زوارها بالمرح والترفيه، أجواء تعبر من خلالها المراكز عن الاحتفالية برأس السنة الجديدة، وذلك عبر ما تقدمه المحال التجارية من عروض ترويجية وحسومات حركت ركود المبيعات خلال الأشهر الماضية. طبعا مراكز التسوق خاصة اللي تابعة لمجموعة ماجد الفطيم اللي هي الثلاثة، مول الإمارات وديرة سيتي سنتر ومردف سيتي سنتر، استعداداتها بشكل سنوي لموسم الأعياد ورأس السنة. طبعا هذه الفترة تزدهر فيها عملية التسوق، ناس كثار يستقصدون دبي ويزورونها لعملية التسوق لأنه يكثر فيها موضوع التخفيضات. بالنسبة لقطاع التجزئة طبعا لاحظنا زيادة بشكل مستمر على مدار السنة، بس في موسم الأعياد بشكل خاص هناك زيادة بمعدل 7-10% سنويا. وقد شهدت المحال التجارية بمراكز التسوق عروضا تنافسية، وذلك احتفالا بأعياد رأس السنة، حيث تراوح التخفيضات ما بين 25-75%، وتركزت هذه التخفيضات في محال الهدايا والملابس والعطور. بلا شك ان احنا حاليا في موسم نهاية العام وموسم الأعياد، بالإضافة الى دبي شوبينج فيستيفال داخلين عليه، فبنتوقع ان شاء الله في زيادة كثيرة في عدد السياح وعدد المتسوقين داخل المجمعات التجارية. بما ان احنا في مجال العطور شغالين بنسوي خصومات حاليا من 25% لل 75%، وهذا ما يتوقع عليه ان شاء الله يكون في زيادة في المردود علينا بما يعادل 50-60% من مبيعاتنا. احنا دائما بحرص اني اتواجد بالمراكز التجارية هون خلال فترة الأعياد، فرصة بغتنم الفرصة دائما لوجود تخفيضات ووجود عروض مشجعة انه الواحد يتسوق على مختلف المنتجات اللي هون، مجوهرات، ساعات، هدايا، ألبسة. وقد أسهمت الاستعدادات باحتفالات أعياد رأس السنة والتخفيضات الكبيرة التي تقدمها المحال التجارية تزامنا مع هذه المناسبة في إنعاش مبيعات المحال التجارية، حيث تراوحت نسبة المبيعات ما بين 50-60% مقارنة بالفترة التي تسبق أعياد رأس السنة الجديدة.